صباح الخير. هاليوم راح نكمل مع بعض موضوعنا اللي ابتدينا فيه وهو الـ Ethics in Engineering، الأخلاقيات في مهنة الهندسة. راح أبتدي السيشن بسؤال بيطرح نفسه، وهو أنه أنا كمهندس ليه المفروض أني أتبع الـ Professional Code of Ethics، الميثاق الأخلاقي المهني. قبل ما جاوبك عن هالسؤال، اسمح لي أعطيك تعريف للـ Professional Code of Ethics، أو خليني أقول تعريف للـ Engineering Code of Ethics، مدونة الأخلاق الهندسية أو مدونة لقواعد السلوك الهندسي. الـ Engineering Ethics هي مجموعة القواعد والمبادئ التوجيهية اللي بيلتزم فيها المهندس كالتزام أخلاقي تجاه مهنته وتجاه الببليك أو العالم. مثلا المهندس المفروض يسترشد بجميع علاقاته ضمن العمل أو ضمن مهنته بأعلى معايير الصدق والنزاهة، ولازم يعترف بأغلاطه وما يشوه الحقائق ولا يغيرها، يعني لا يجملها ولا يشوهها، ينقل صورة الوضع بين إيديه كما هو بالضبط. أيضا المفروض أنه يقدم المشورة للعملاء ولأصحاب أو أرباب العمل اللي عم يشتغل معهم وقت بيحس أنه المشروع ممكن يخفق في بعض جوانبه، أو ممكن المشروع ما يحقق البنفيتس اللي أنا بسعى لتحقيقه. بعد ما أعطيت تعريف الانجينيرينج إيثكس، هلأ صار فيني جاوبك ليه أنا كمهندس المفروض أتبع الميثاق الأخلاقي المهني. بقلك لعدة أسباب، رح أذكر بعض منها. أول سبب إنه الببليك ويل تراست إنجينير مور، الناس سوف يثق في المهندس أكثر إذا عرفوا بأن هالمهندس بيتبع الكود أوف إيثكس، عنده مدونة لقواعد السلوك، مدونة أخلاقية لقواعد السلوك بيمشي عليها، ما بيمشي بطريقة اعتباطية أو عشوائية. وبما أنه أنا عندي مدونة لقواعد السلوك، فهي بتضبط سلوكي وتصرفاتي، مشان هيك بتجنبني من أني أنا أوقع في المشاكل، وقد تكون مشاكل قانونية، ممكن تعرض المهندس للمساءلة وتحوله للقضاء في حال كانت مشكلة كبيرة. ثلاثة، وقت بيتبع المهندس الـ Professional Code of Ethics، الحقيقة بتساعده أو الـ Code of Ethics بيعطي Clear Definition، تعريف واضح لما يحق للبابليك أن يتوقعوا من المهندس المسؤول، بحيث ما يطالبوا شيء خارج استطاعته أو خارج الإمكانيات المتاحة بين إيديه. أيضا الكود أوف إيثكس الحقيقة بيرفع صورة المهنة، مهنة الهندسة، وهالشي هذا بينعكس على المهندس بالفائدة، بتبقى أجوره أعلى. هالشي منلاحظه أكتر شي في مهنة الطب، بيبقى عندهم الكود أوف إيثكس، الميثاق الأخلاقي، مرتفع جدا، لأنه هن بيتعاملوا مع النفس البشرية. ولهالسبب منلاقي أنه دائما السالوري أو الريت للأطباء هو مرتفع وهو الأعلى في جميع أنحاء العالم. الانجينيرين كود أوف إيثكس، ما هي مكونات الميثاق الأخلاقي لمهنة الهندسة؟ يتألف من ثلاث مكونات. المكون الأول هو الفاندمنتال كانون، الشرائع الأساسية أو الجوهرية. شو المقصود فيها؟ يعني هي البيزك كومبوننت، هي المكونات الرئيسية للإثيكال إنجينيرينج. إذن هي المكونات الأساسية لأخلاقيات الهندسة. ما هو المكون الثاني؟ المكون الثاني هو rules of practice. بديهي يكون هيدا هو المكون الثاني، لأنه أنا عندي المكونات الأساسية. طيب ما بدك تخبرني كيف أنا بدي مارس هالشرائع؟ إذن المكون الثاني هو rules of practice، واللي هي clarify and specify in details، بتوضح بالتفصيل هالمكونات الأساسية لأخلاقيات الهندسة وكيف بدي مارسها.
طيب أنا عرفت الشرائع الأساسية أو المكونات الأساسية وعرفت كيف بدي مارسها، شو ممكن يكون المكون الثالث؟ المكون الثالث، طيب أنا كمهندس ما هو التزامي المهني؟ إذن الـ Professional Obligation والتي توضح الـ Obligation that engineer have، بتوضح الالتزامات المترتبة على المهندس. أكيد هلأ أنتم عم تتساءلوا يا ترى شو هي هي الشرائع الأساسية أو المكونات الأساسية للميثاق الأخلاقي. خلونا نشوف مع بعض الـ Fundamental Canon of Ethics وفق الـ National Society of Professional Engineers، وفق الجمعية الوطنية للمهندسين المحترفين. بتقلك الـ Fundamental Canon هي كالتالي: المهندس عند تأديت أو تحقيق أو تلبية واجباته المهنية لازم يأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: أولاً، يجعل في المقام الأول ويعطي الأولوية الأعلى للسيفتي، للهيلث، للويلفير أوف بابليك، للأمان، للصحة وخير الشعوب. اثنين، أنه ينجز السيرفيسز أونلي in area of their competence، ينجز المهام أو الخدمات فقط ضمن اختصاصه وما ينجز خارج اختصاصه حتى ما يتعرض للمشاكل مشان ما يتعدى أيضا على اختصاص غيره. ثلاثة، issue public statement، إنه يصدر البيانات العامة بطريقة موضوعية وصادقة أو موثوقة فقط. أربعة، وهو بند مهم جدا ورجاء أن تركزوا عليه، act، إنه يتصرف نيابة عن كل employer أو client، نيابة عن كل صاحب عمل أو عميل، كأنه as وكيل أو أمين صادق. البند الخامس أيضا مهم جدا ورجاء أن تركزوا عليه، avoid deceptive acts، أنك تتجنب الأعمال الخادعة أو المضللة، تتجنب الغش. ستة، تتصرف من تلقاء نفسك، conduct themselves، بشرف، بمسؤولية، بأخلاقية، بطريقة قانونية، كل هالشيء لحتى تحسن من شرف وسمعة وفائدة مهنة الهندسة اللي هي مهنتك. خلونا نجرب حالنا بكيس ستادي ونشوف يا ترى شو ممكن تكون ردود أفعالنا تجاه حالة معينة، شو ممكن نتصرف، ونشوف أي هي التصرفات هي تتبع الميثاق الأخلاقي لمهنة الهندسة. الحالة اللي عندي عم يقول لي: You are supervising a product، أنت مشرف على منتج with the specification بمواصفات only USA made maybe use، أنت مشرف على منتج بمواصفات الأجزاء المصنوعة منه فقط شغل الولايات المتحدة الأمريكية، ما بصير تجيب لي جزء مصنع من دولة أخرى أبداً. Late in the project، مؤخراً أثناء سير المشروع تكتشف أنت أنه السب كونتراكتر، مقاول في الباطن أو المقاول الفرعي، زودك بهالجزء ولكن من foreign made، أوكي؟ زودك بهيدا الجزء ولكن مصنوع في بلد أخرى، بلد أخرى، بلد أجنبية أخرى. بس عم يقلك الحقيقة زي أرين very noticeable، هنا بكتير ملاحظ أنه هي فرق في الشكل، من الصعب أنك أنت تميزها، وبتأدي نفس الوظيفة اللي عم تأديها الأجزاء التي صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية. والكاستمر urgently need الفينيشد برودكت، العميل اللي لك بيحتاج بشكل سريع ومستعجل
المنتج أو البرودكت أنت كتخلصه وتجهزه. What should you do؟ سؤالي لإلك What should you do؟ شو لازم تفعل؟ خلونا نناقش ممكن تكون ردود أفعالنا تجاه الموقف. أول شيء ممكن الحقيقة يخطر على بالنا أو يكون رد فعلنا إنه نحن نسكت على الموضوع وما نقول شيء، say nothing. وبنقول بما إنه أصلاً هي مش ملاحظة بين الأجزاء المصنوعة في الولايات المتحدة والبلد الأخرى اللي جاب منها السب كونتراكتر هالأجزاء، فالكاستمر ما رح يلاحظها ورح يمشي الوضع، فخليني ساكت وكأن شيئا لم يكن وأعطيها للكاستمر. الحالة الثانية اللي ممكن تخطر على بالي واللي ممكن أنا أعملها، روح دور على الـ equivalent violation. تمام؟ دور على انتهاك مكافئ تقريبا في العقد أو الـ specification واللي بيكون الكاستمر مسؤول عنه، وببلش بخبره بقله يا كاستمر أنا سوف إجنور، سوف أتجاهل عن الانتهاك اللي أنت قمت فيه في السبيسيفيكيشن أو الكونتراكت، مقابل أنت تتجاهل عن الانتهاك اللي قمت فيه أنتني أنا جبت لك جزء ليس تصنيع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا نوع من الضغط على الكاستمر أو نوع من الابتزاز رح سمي. تمام؟ الحالة الثالثة اللي ممكن أنا تخطر على بالي أو ممكن نفذها، أنتني أنا بكل صدق ونزاهة وشفافية روح خبر الكاستمر about the problem. Tell customer about the problem. خبره بحقيقة المشكلة الموجودة بين إيديه وبخليه هو يقرر شو ممكن تكون the next step أو شو ممكن نعمل تجاه المشكلة. أيضا بعض الحلول الممكن أو الأفعال الممكن أنا تخطر على بالي والممكن نفذها، أني دور على ثغرة أو ثغرات موجودة ضمن الـ original specification، ضمن المواصفات الأصلية لها الـ product، وهيك بصير فيني أنا أكون أنا وشركتي بقول أنا هيك ما انتهكت أبداً بشكل قانوني الـ specification، وبطلع برا أنا وشركتي وكأنه شيئاً لم يكن وما كأنه عملنا شيء، لأنه بالأصل أصلاً هالمواصفات أنت يا customer فيها مشكلة أو فيها ثغرة، فأنا بالعكس بيعتبر حاله المهندس وشركته أنه هو خدمه ورحت أنا غيرت لك المواصفات لأنه هي أفضل باعتبار أنه هو لاقى ثغرة في المواصفات الأصلية اللي هي تصنيع الولايات المتحدة الأمريكية. هاي أربع حالات موجودة قدامي الممكن أنا أكون الحقيقة أو حلول ممكن أنا أخذها أو أقدمها للكاستمر. سؤالي لك كالتالي هو أي هذه الحلول يتبع الميثاق الأخلاقي لمهنة الهندسة؟ خلونا نرجع نتذكر أنا وإنتو الشرائع الأساسية وفق الجمعية الوطنية للمهندسين المحترفين، وقلت لكم ركزوا على البند 4 و5، أنت تتصرف نيابة عن كل صاحب عمل أو وكيل وأنك تتجنب الأعمال الخداعة وغيره من الكلام اللي سبق وأنا حكيت عنه ونوهت عنه. بناء عليه رح يكون الجواب الصحيح هو السي، أنيتك أنت تخبر الكاستمر بحقيقة المشكلة وتخليه هو ياخذ القرار وشو ممكن تكون النكست ستيب. البعض منكم ممكن يقول لي على فكرة هيدا الخيار ممكن يكون قاسٍ وممكن يعرض المهندس أنه يخسر شغله وحتى يحط سمعة الشركة على المحك، يقول لك it's okay أنت تخسر شغلك أحسن من أنك أنت ما تمتثل الميثاق الأخلاقي، خسرت شغلك هاي المرة بس أنت ظليت محافظ على ليفل معين من الأخلاقية والموثوقية والصدق والأمانة في تأدية أعمالك، لأنه قلنا هالشي رح أرجع أذكر فيه لثالث مرة
بيقول لك الشرائع الأساسية أو البيزك كومبوننت حسب الجمعية الوطنية، أنتك أنت المفروض تتجنب avoid deceptive acts، وأنتك أنت تتصرف for each employer or client، تتصرف نيابة عن كل صاحب عمل أو وكيل كأمين مخلص. بعض الملاحظات المهمة عن الكود اوف ايثكس. الكود اوف ايثكس هو ليس legally binding document، هو ليس وثيقة ملزمة، ليس وثيقة قانونية ملزمة انك انت تمشي عليها. نحن ما بنطالب المهندس انه يحفظه، ولا مطلوب منك انت كمهندس انك تحفظه. المطلوب منك انك انت تفهمه لحتى تكون قادر انك تعيشه وتطبقه في حياتك المهنية بشكل يومي. However, in the beginning, knowing the code is a guide to understanding how to apply it. معرفة الكود هو دليل لفهم كيفية تطبيقه. Ethics take practice, knowledge versus behavior. رح أرجع أكد على الكلام اللي حكيته سابقا. قلت ما المطلوب منك أنت كمهندس أنك أنت تحفظ هالكود وهو ما له وثيقة ملزمة، لأنه بالآخر أنت مش يعني هو هون عم يقول هو عكس الروبوتات، لأنه أنت ما فينه حدا يبرمجك لحتى تكون ethical engineer، لحتى تكون مهندس أخلاقي وتتبع الميثاق الأخلاقي. من السهل أنيتك وكتير بسيط ومتاح أنك تعرف أو تتعرف على الـ Code of Ethics Engineer، ولكن البعض رغم أنيتهم تعرفوا عليه بلاقيهم أنهم بيفشلوا في تحقيقه وفي أنه يتبع الميثاق الأخلاقي. الإيثيكال بيهيفير، السلوك الأخلاقي، is about practice and virtue، يتعلق بالممارسة والفضيلة. It's about going beyond the codes، هو أبعد ما أنه يكون بس مجرد ممارسة قاعدة، لا، الحقيقة هو practicing behavior، هو ممارسة سلوك يقود إلى ethical life، إلى حياة أخلاقية. في عندي مصطلح مر معي هون الـ ethical behavior. يا ترى كيف ممكن الـ ethics تمارس الـ knowledge والـ behavior وما هي علاقتهم ببعضهم؟ اسمحوا لي أعطي تعريف مبسط للـ ethical behavior. هو الـ ethical behavior هو السلوك الأخلاقي. السلوك الأخلاقي يتسم بالصدق، بالإنصاف في العلاقات الشخصية وفي العلاقات المهنية وفي العلاقات الأكاديمية. السلوك الأخلاقي بيحترم كرامة وتنوع وحقوق الأفراد والجماعات. إذا حبيت أعطي مثال عن السلوكيات الأخلاقية مثلا في العمل أو المهنية، مثلا تتضمن أنك تلتزم بقواعد الشركة، تعمل تواصل فعال، تتحمل المسؤولية، يكون في عندك ثقة واحترام متبادل مع زملائك في العمل وغيرها. طيب الإيثيكال نوليدج، المعرفة الأخلاقية، أيضا هذا مصطلح ممكن تسمعه. ممكن أقول إنه المعرفة الأخلاقية قد تكون هي مجموعة من القواعد أو الواجبات أو الحقوق أو الالتزامات. طيب شو علاقة الإثكس بالنوليج؟ ليه المعرفة ضرورية في الأخلاقيات؟ بقلك لأنه حتى تتصرف بشكل أخلاقي أنت تحتاج إلى المعرفة. مثلا أنا بحاجة لحتى أعرف شو هي العواقب المحتملة لعمل أنا مشيان فيه لحتى أعرف أتصرف بشكل صحيح وبشكل أخلاقي. ممكن بحاجة لأعرف أنا شو هي الادعاءات المتضاربة من الجهات الفاعلة الأخرى اللي عم تشتغل معي ضمن نفس الدومين.
حقيقة عادة ينظر إلى الأشخاص على أنهم أكثر أخلاقية إذا تصرفوا بناء على المعرفة، بيكون عندنا ثقة فيهم أكثر، بنقول هيدا عم يتصرف عن معرفة وليس عن جهل. المصطلح اللي بعده هو الانتجريتي، النزاهة. ما المقصود بالنزاهة؟ The person has integrity when can follow the code. يتمتع الشخص بالنزاهة عندما يستطيع أن يتبع أو يمتثل للكود اللي من المفروض أنه هو يتبعه، وذلك تحت الضغط وثقل وأعباء قوانينه. الشخص اللي بيتسم بالنزاهة أو يتمتع بالنزاهة يتصرف بشكل أخلاقي دائما، ويفعل الشيء الصحيح حتى خلف الأبواب الموصدة أو المغلقة، حتى ولو ما حدا شايفه. هو دائما شخص نزيه، شخص أخلاقي. الأكاديميك انتجريتي، النزاهة الأدبية، عكسها خليني أقول هي البلاجيريزم. البلاجيريزم هو الانتحال، أو ممكن أعطيه تعريف آخر، هو السرقة الأدبية. شو المقصود بالبلاجيريزم؟ إذا حبيت أعطيه تعريف رح أقول لك هي الفعل of taking someone else's work or ideas. أوكي؟ هي الفعل إنك أنت تأخذ عمل شخص آخر أو أفكاره and passing them، وبتمررها لإلنا على أساس إنه هي أفكارك وأعمالك الشخصية، وبتبلش تنسبها لنفسك. عشان هيك هون واضح بالصورة عم يقول لك please stop plagiarism. ما هي أنواع البلاجيريزم؟ أنواع الانتحال عندي نوعين. النوع الأول هو الكوتينج، الاقتباس. شو يعني الاقتباس؟ أنك أنت تأخذ من كتاب أو article مقالة أو ويب سايت من دون ما تحط علامة الكوتيشن مارك، علامة الاقتباس، أو حتى من دون ما تحط نوتس، ملاحظة تنوه فيها وتخبر القارئ من هو الشخص الذي كتب هالجزء هيدا اللي اقتبست انت منه. Who wrote the quoted material؟ من هو الشخص الذي كتب المقال المقتبس او المادة المقتبسة. النوع الثاني من البلاجيريزم هو البريزنتينج. البريزنتينج التقديم، يقصد فيه انك تقدم فكرة وكأنها انت هي الفكرة اللي فكرت فيها وطلعت فيها، في حين هي في الاكتشوال، في الحقيقة، هالفكرة انت اخذتها من كتاب او ارتكل او ويب سايت. اكيد هلأ واحد منكم رح يقول لي طيب، ما ممكن تكون انا استندت بفكرتي في جزء منها على بعض الكتب والمقالات. تقول لك it's okay. هيدا هو الاكسبشن، هيدا هو الاستثناء. في حال كان جزء من فكرتك مأخوذ من معلومات شائعة موجودة في العديد من الكتابات، it's okay. هيدا ما رح أعتبره أنه هو presenting، ما رح أعتبره أنه هو نوع من أنواع البلاجيريزم. بينما تكون الفكرة كلها بشكل كامل مأخوذة من كتاب أو أرتيكل، هذا غير مسموح أبداً. في ملاحظة مهمة جدا مكتوبة هون بأسفل السلايد، عم قلي الـ main reason why academic institute punish plagiarism so strictly، بصرامة جدا، because لأن هي بتعتبر الـ plagiarism بيساوي dishonest. عندك أنت tale of lie، أنت تقول أنت تكذب، أنت لا تقول الحقيقة. إذن هي بالنسبة لإلى الـ plagiarism، الانتحال هو الكذب. أكيد هلأ رح يخطر على بالكم السؤال التالي، طيب أنا عملت انتحال، كيف ممكن البروفيسور يعرف أني أنا انتحلت؟ ما ممكن تمر عليه؟ بقول لك لا، عادة أول طريقة بيلجأ للبروفيسور أنه شو بيعمل؟ بيشوف الكتابات الموجودة في الأوراق وبيقارنها مع الستايل اللي بيكتبه الطالب، بيلاقي فيه فرق في الأسلوب.
عم يشوف في different style from the student other writing عن كتابات الطالب الأخرى. هالشي هيدا بيبقى مؤشر لإله للبروفيسور بأن هيدا الطالب استخدم كلمات وكتابات مش لإله، هي لأنظر أوكسر لمؤلف آخر، ولكنه نسبه لنفسه. لا وضع quotation mark ولا عمل نوت لحتى يشير فيها للشخص اللي أنا اقتبست منه. طريقة تانية ممكن يلجأ للبروفيسور، وهي أنه يستخدم electronic search tools، أدوات البحث الإلكترونية. وهالأدوات طبعا إحنا عم نستخدمها بحياتنا وبشكل daily يوميا. البروفيسور مجرد ما يدخل keywords بعض الكلمات، أو يدخل هيك عنوان عريض أو جملة أنت مستخدمة واضحة أنها مثلا، أو عنده لبس في أنها قد تكون مقتبسة وأنت ما شرط أنها مقتبسة، باستخدام أدوات البحث بيدخل هاي الجملة وبيعمل سيرش، ففورا فينو يستنتج أنك أنت ممكن تكون أخذتها من ويب سايت أو من أرتيكل أو من كتاب معين أو بعض الكتب. طيب أوكي، البروفيسور اكتشف أنه أنا عاملة بلاجيريزم. يا ترى ما هي عواقب البلاجيريزم أنا كطالب؟ ما هي الconsequence of plagiarism؟ الحقيقة هي عواقب غير حميدة، لأنك أنت بهيدا الأسلوب أذيت نفسك وأذيت الآخرين. أنت أخذت شيء مش من حقك ولا من ملكك أبداً. وفق الـ AUM، جامعة الـ AUM عم يقلي إذا الطالب فشل بأنه يثبت أصالة عمله، if a student failed to prove authenticity of the work، فشل في أنه يثبت أصالة عمله، عمله أصيل، يعني هو اللي أفكاره شغله هو، مش جابه من أفكار وعمل شخص آخر ونسبه لإله. عند البروفيسور أو الانستراكتور لديه كامل الحق لأنه يعطي درجة الصفر لأعمال الطالب، أو يطبق الأكاديميك ميسكوندكت رولز، قواعد سوء السلوك الأكاديمية اللي هي موضحة في الـ AUM Student Handbook. في كتيب الطالب وفق جامعة الـ AUM. لهيك أصدقائي، رجاء الكل يتبع أو يبعد عن يبعد عن البلاجيرزم، ويحاول دائما هو يبتدع ويبتكر دائما أفكار جديدة ويطور أسلوبه الخاص فيه. هون رح كون انهيت السيشن بشكل كامل، وهو الإيثكس إن إنجينيرينج. بتمنى تكونوا استفدتوا، وبتمنى الكل يبلش يمتثل في الميثاق الأخلاقي للهندسة، يحاول يتبع الكود of ethics in engineering اللي نحن كلنا فخورين فيها، هي مهنة الهندسة. شكرا جزيلا على الإصغاء. تابعوني لحتى نتعرف على المزيد من المواضيع المهمة. نلتقي مجددا إن شاء الله.